اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده تعبير مباشره من الدار البيضاء وبالضبط من محكمه استئناف بالدار البيضاء ديال الطبيب صاحب المصحه اللي تكرفص على المستخدمه اللي خرجت بوجه مكشوف معنا في جريده تعبير وباحت وكشفت على المستور بما انها تعرضت لواحد العنف، تعرضت لواحد التحرش، تعرضت لعده امور اللي تتعرضوا لها جميع تقريبا عده مستخدمات او عده شابات وما تيقدروش يدويو، تيخافوا من الشوهه، تيخافوا من الفضيحه. اليوم هاد الشابه غنقدروا نقولوا بطاله لانها فضحات، بغات تفضح الفساد اللي تنشوفوا واحد الطبيب اللي هو صاحب المصحة اللي هو رب العمل تيقول لها إلا بغيتي تخلصي في الشهرية ديالك خصك تطلعي عندي، وهذا يحز في النفس وهذا الشيء ضر المغاربة كاملين. واليوم معنا الأستاذة والفاعلة الجمعوية والحقوقية ميلودة جدال اللي غنفصلوا معها في هذا الموضوع. أهلا وسهلا ميلودة جدال. السلام عليكم، تحياتي للجميع. كنشكر هذا المنبر الإعلامي عبير اللي الحمد لله مواكبين جميع المشاكل وكيتابعونا الحمد لله في كاع أي مشكل تتابعونا فيه، شكرا لكم بزاف. ميلودة، شنو هو الرد ديالكم بصفتك كأم كامرأة، شنو هو الرد ديالكم على هاد المهزلة، على هاد التحرش اللي تعرضت ليه هاد البنية هادي؟ بصفتي كأم، بصفتي كمواطنة مغربية، هاد الشيء كيضرني في قلبي، كيضرني في خاطري، لأن واحد الشابة باش تقرا وتبغي تخدم وتمشي تخدم في واحد المصحة وفي الأخير كتعرض للتحرش، يعني هاد الشيء راه ما زيدش ببلادنا القدام. هي تتقول لك كاينين بنات قبل منها تعرضوا للتحرش وما بغاوش هاد، ما قدروش يخرجوا وما قدروش يهضروا. سمحي لي نقاطعك، وكاينين بعض الشابات بعض الدريات صحاباتها اللي قالوا لها هذه ما كرهناش هاد الفرصه تمنح لينا. تا لانهم من يسمعوها هي خرجات وسمعوا كل شيء الحمد لله مآزرها وكل شيء كيشجع على هاد الصراحه ديالها الحمد لله، تا هما كنتمناو قالوا لنا اليوم غادي نجيو وغادي نهضروا تا حنا على هاد الطبيب شنو دار فينا. حنا عجبونا هاد البنات الى جاوا تا هما اليوم. سلوى الحمد لله خرجات كي قلتي بوجه مكشوف وهضرات وقالت شنو اللي واقع ليها، يعني باش غادي جايه تخدم، جايه تاخذ واحد الطرف ديال الخبز اللي حلال، جايه باغا تخدم، ماشي باغا تجي اللي يكون بغا تضيع شرفها ما غاديش تمشي تخدم. هذا هو اللي بغيت نوصل لك، لو كان بغات الحرام ما غاديش تجي تخدم، يعني ما غاديش تخدم، كتخدم مسكينه بشرفها، يعني بنادم الله يحسن العوان، راه كيتمجي ديك الشابه بترونسبور ديالها وعندها واحد الامال في الدنيا وباغا تخدم وباغا تفوق، ولكن كتلقى قالت لك التحرش، يعني سمعات هو على ما تتقول باللسان ديالها، راه سمعات ان ديك المصحه تيخرجوا منها دوك البنات اللي قبل منها، مني جات كتشوف شنو المشكل، قالت لك كيتحرش بهم، ما تيقدروش يهضروا. كياخذوا داك كيصبروا حتى كياخذوا داك الاجر ديالهم ديال الشهر وكيمشيو بحالاتهم. هي قالت لك انا سمعت هذا الشيء ولكن ما عمره قالت لك وصل معايا لشي حاجه، قالت لك مدة عام ونص وهي خدامه، قالت لك هذه الهضره انا تنسمعها ولكن ما وصلتش ليها الوقت، قالت لك اللي بدا كيتحرش بيا ثلاث ايام، قالت لك هو كيتحرش بيا، قالت لك ملي تحرش بيا ثلاث ايام انا ما قدرتش قالت لك نهضر لان عارفه قالت لك الا هضرت غادي يقولوا لي غير كذبتي لي. بقات حتى قالت لك خديت تبتات، يعني سجلات ودارت اوديوات من داك يتحرش بها وهي كتسجل فيه. النهار الاخير اللي غادي تفضحوا قالت لك قال لي هبطي يا سلوى للبلوك. قالت لي ودا شفنا بعض الدريات اللي قالوا لك ما كرهناش حنا كنت مسحت لنا هذيك الفرصه. هاد البنات اللي كانوا خدامين في لاكلينيك قال لك هما ما كانوش قدروا يهضروا، هاد الشيء كنعيشوه حنا في المجتمع المغربي، ما تتقدرش شي وحده الا تعرضت للتحرش ما كتقدرش تواجه لانك كتخاف من الشوهه، كتخاف من دوك التعليقات، كتخاف من كتولي هي المذنبه، مع العلم ان راه هي اللي تطلق على هذاك التحرش، ولكن الحمد لله سلوى خرجات للمجتمع وهضرات وما خافتش ووصلت داك الصوت ديالها. ميلودا المغاربه اذكياء، سلوى كل ما سجلات وتبتات واحد الاوديوات اللي هما ادله ما كانوش غيثيقوا بها المغاربه. سلوى كل ما سجلات دابا حاليا وكتلقى في التعليقات انهم كاين شي وحدين اللي تيعيروها، هي عندها ما يثبت وكيعيروها، وما بالو كل ما كانش عندها هذا الشيء اللي كيثبت، هي مسجلاه يعني عندها اوديوات، وحنا تنتمناو من القضاء ياخذ الحق ديالها، وحنا هذا التحرش ما بقيناش بغيناه في بلادنا، لان حتى الشابات ما تلاوش غادي يقدروا يخدموا. هي انا تنقولها وكنعاودها، جايه باغا تاخذ واحد الطرف ديال الخبز حلال، يعني اي وحده تتخدم راه كتمغادى بالشرف ديالها، راه حنا راه دوله اسلاميه ودوله مغربيه وكل شيء كيعرفوه فين كاين، الا ما بغاتش تجي تاخذ واحد الاجر تما ما غاتجيش تخدم تم، يعني يكون بغات شي حاجه
اخرى راه كاينه بلاصه وكاينه فين غتمشي ليها باش تجي تخدم وتعرض للتحرش، ومنين من الدكتور ديالها من الطبيب ديالها حسبي الله ونعم الوكيل اللي هو رب العمل كيف ما كتعرفوا. قال لها الا بغيتي الشهريه ديالك خصك طلعي عندي. ايوا راه هنا فين كنستنكروا حنا هادشي، يعني حنا فين غنمشيو فين غنخدموا فين غيخدموا ولادنا، يعني غيولي اي حاجه بالمقابل. حنا هاد التحرش ما بقيناش بغيناه، واش اجي خدمي بالمقابل؟ يعني اللهم هي تخرج الفساد وتخرج الضاعه راه كان احسن. وبالنسبه لهاد الناس اللي تيهاجموا سلمى اليوم اللي تيهاجموها وتيعيروها، اش بغيت تقولوا لهم؟ ديما كاين التناقضات في اي حاجه في اي ملف كيتناقضوا الناس. يعني سلوى مني كون ما خرجاتش وكون سمحات في الشرف ديالها كون تاني غتقول ليها واحد هضره، علاش لي ما خرجتيش وعلاش ما قلتيش وعلاش ما هضرتيش وعلاش ما شكيتيش؟ مني سلوى خرجات بدا عليها تاني المعيار، راه كتكذب، راه هادي، راه كره ما بغاتش يخلصها تعطلت عليه. يعني هنا فاش كنحيروا حنا؟ يعني هاد المغاربه راه ديما فيهم هالتناقضات. يعني هي خرجات ودوات على حقها وكتقول لك تعرضت للتحرش وكتقول لك هالاوديوات مسجلينهم ومازال الناس تيعيروا فيها. ميلودا اش بغيتي تقولي للشابات اللي بحال سلوى اللي ما قدروش يدويو ولا هما تعرضوا؟ انا تنقول لهم ما بقاش شي واحد يسكت على حقه، الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، والحق كيتشد لاي واحد غير بنادم يهضر ويعرف غير ما يكذبش ويقول الحقيقه ويقول الصراحه. يعني انا تنتمنى تمن الدريات اللي قال لك تعرضوا للتحرش من هاد الدكتور هذا اللي قبل من سلوى، واليوم مني شافوا سلوى وقال لك غير رجعوا غير هضروا في الملف، كنتمنى منهم اليوم كيف عطاو واحد الكلمه حتى هما يجيو وتا هما يهضروا وتكشف هاد الحقيقه ديال هاد الدكتور هذا. بالنسبه للتسجيلات والاوديوات اللي سجلات الشابه، سمعنا الدكتور تيقول لها نتفاهموا كيفاش واش بغي ما فهمناه؟ ما هذاك الشيء القضاء هو اللي غادي يحقق فيه، هما اللي غيحقوا فيه اشنو العبره ديال الكلام ديالو. قال لها تفاهموا. هي داك الشيء اللي كتقول هي على اللسان ديالها، كتقول لك انه بغى يعطيها فلوس، بغى يغريها، كيقول لها الكلام فاحش، يعني كل شيء مسجل، وكتقول باللسان ديالها هي. وكنتمنى من القضاء يحقق في هذا الملف مزيان وتكشف لنا الحقيقه ديال هذا الدكتور. إذا كان نيت كيتحرش بهاد البنات اللي كيجيو يخدموا عنده وقد بناته، راه القضاء غادي ياخذ مجرى. حنا كنستنكروا هذا الشيء، حنا بغينا ولادنا يخرجوا يخدموا بالشرف ديالهم، بغينا بناتنا يخرجوا يخدموا بالشرف ديالهم، ما بغيناهمش يتعرضوا لهذ الحقره، راه حقره، راه اصلا راه اغتصاب ديال النفس هذا. يعني بنادم خارج يخدم راه خصو يمشي بالشرف ديالو وترجع بالشرف ديالها، تمشي بنفسيتها طالعه وترجع بها، ماشي تمشي وتم جايه منكسره. يعني هذيك الثلاث ايام هي اللي كانت كتحاول غير تسجله، كي كانت النفسيه ديال سلوى؟ كيفاش كانت كتعيش؟ هنا فين سمعنا سلوى قمشاتو؟ قمشاتو من حقها، من حقها. مني كان غير كيهضر معاها راه كانت كتجاوبو، ولكن الوقت اللي قالت لك تلاح عليا راه حتى هي عندها حق. يعني راه نفسيتها هذيك حتى هي ما رضاتش ودارت وقمشاتو. بغى يشدها من حقها دير فيه أي حاجة. حنا تنقولوا واحد المثل عندنا مغربي، الهاجم يموت شرع. كيفاش تنشوفوا هذا الأب؟ هو أب قبل ما يكون طبيب وقبل ما يكون رب أسرة، تنشوفوا في 64 سنة وشي يدير هادشي. 64 سنة وباش غادي، وكتقول لك بأن بنات قبل منها غير ما خرجوش وما دواوش، ولكن الحمد لله كاينين واحد جوجات اللي قلت لك قال لك غادي يجيو يهضروا. حنا كنتمناو منهم يجيو، الا جاو هضروا حتى هما غادي تكشف الحقيقه ديال هاد الدكتور هذا. واش هادشي يا ميلودا انت بصفة كأم حقوقيه وفاعله جمعويه، واش هادشي كاين في كاع المصحات ولا اربعه المصحات؟ لا راه كنقولوا حنايا بنادم طوب وحجر، يعني راه ما يمكنش يكون في كاع المصحات، راه بنادم فيه الخايب وفيه الزين. حنا ما تنقولوش كل شيء، ما تنعموش. واش نقدروا نقولوا هذه ظاهره جديده؟ تقدر تكون ظاهره جديده، ولكن ماشي كل شيء، ماشي كل شيء. يعني تقدر هاد المصحه فيها، هاد المصحه ما فيهاش. حنا في الشارع كتقدر واحد كيدوي مع المراه واحد ما تيهضرش معاها، كله نفسيته كله الاحترام ديالو كله التقدير ديالو. يعني راه كاينين اللي كيتعرضوا للتحرش وكاين بنادم اللي فيه الاخلاق راه تيحسب هذيك البنت راه بنته. حنا كنتسناو فيها سلوى راه داخله المحكمه، وكنتمناو ان شاء الله الحق يبان. حنا بغينا الحقيقة نعرفوها، حنا راه باقي ما عندناش واحد المعطيات كاملة، حنا غير هادشي اللي قالت سلوى حتى تثبت البراءة ديالو أو يثبت الاتهام ديالو. حنا اللي سمعنا من فم سلوى أنها تعرضت للتحرش اللفظي، وأنها الوقت اللي تهجم عليها دارت وقمشاتو، ولكن حنا العدالة هي اللي غتبين لنا كل شيء أشنو كاين. شكرا شكرا ميلودا. متابعي ومشاهدي جريدة عبير، كيف ما تشوفوا معنا حنا خدينا هادو الرسيسامات ديال المحكمة مع الفاعلة الجمعوية والحقوقية ميلودا الجدال. هادشي تيحز في النفس، كيف تتشوف واحد الشابة ما غاتمشيش تقلب على القوت اليومي، خدامه قرات بغات رب
رب العمل ديالها اللي هو المدير رئيس المصلحه ديالها الشخصي ديال الخدمه تيقول لها لا بغيتي تخلصي خصك تطلعي عندي، هذا الشيء هذا غيضر المغاربه، ما بغيناش هذا الشيء يبقى في البلاد ديالنا، هذا الشيء من العيب والعار نسمعوا بحال هذا الشيء، حنا في سنه 2021 ما خصناش نبقاو نسمعوا بهذا الشيء، حشومه وعيب. كيفاش نشوفوا واحد طبيب اللي عنده 64 سنه اللي خصو يكون قدوه، لانه صعيب الحال تكون انت بشبه الاب ديال واحد الشابه اللي تمارس عليها اللي تعذبها نفسانيا، مع العلم انك انت عندك ضحايا، كاينين ضحايا اللي تمارس عليهم على قبل لقمه عيش، كاين اللي خدامه على دارهم، كاين اللي خدامه على والديها، كاين اللي خدامه على وليداتها، كاين اللي مطلقه، كاين اللي ما عندهاش الراجل، كاين اللي ارمله، كاين اللي ام عزيبه، هادشي هذا بزاف. تنتمنى هذا الشيء ما يتحبس وما يبقاش، وتنتمناو باش ياخذ اشد العقوبات الا تبت عليه هذا الشيء، وبقاو معنا باش ديما نعطيكم الجديد في هذا الملف.